بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفرة. معاكم ان شاء الله من 4 ل 5 على الهواء. مستنيين كل تليفوناتكم على 236 والاس ام اس على 92173 والخط الارضي على 0900936. طيب النهارده حلقه ان شاء الله لطيفه جدا وهتعجبكم جدا. هنعمل فتت كشك وهنعمل بودنج شوكولاته بالبرتقال وهنعمل شوربه لسان عصفور بالسجق. والشوربه دي ممكن تقدموها كشوربه وممكن تقدموها كطبق رئيسي، يعني تقللوا تخلوه مفلفل بدل ما يبقى شوربه ويتقدم كاكله، الاثنين هينفعوا. هنا المقادير هتكون عندي رز مصري مستوي مفلفل، وعندي نص نص كيلو من الزبادي، وعندي 3 معالق كبار من الدقيق، كوباية لبن حليب، 3 كوبايات شوربة، عندي فراخ مسلوقة ومتقطعة شرايح، ودي وصفة لطيفة جدا للبواقي، وعندي بهارات فراخ وحبهان بودرة وملح وفلفل، بصل مفروم أو متقطع شرايح زي ما تفضلوه، وعصير ليمون وزيت، وممكن طبعا سمنه او زبده، وعندي كمان معلقتين سكر، وعندي عيش سواء بلدي او شامي يكون مقلي في الزيت او متحمص في الفرن. احنا هنحمصه في الفرن اهو دلوقتي. كل اللي عملناه ان احنا جبنا العيش وقطعناه بال اسمه ايه ده، المقص، بالمقص كده مكعبات، هرش عليه رشة ملح ورشة فلفل، رشة زيت خفيفة جدا، و هدخله الفرن. عندنا بقى زيت غزير هنقليه فيه وبعدين نطلعه نرش عليه ملح وفلفل، ماشي الحال برضو مش هيقول لا خالص. يبقى ادي ايه رشة من الزيت كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عندنا حتى بخاخة ممكن نبخ عليه، عيش بلدي او عيش شامي الاثنين هيمشوا، ملح فلفل اسود، وعلى الفرن على طول. الاكله دي لطيفه جدا جدا، واصلا اختراعها كان بالنسبه لي انه يبقى للبواقي، لما يبقى عندي بقى شويه رز فاضلين على شويه فراخ مسلوقه محدش راضي ياكلها على رغيفين عيش بيتين، يعملوا أكلة جديدة لطيفة جدا. فأول خطوة عملناها إن احنا قطعنا العيش سواء كان شامي أو بلدي ورشينا عليه رشة زيت وملح وفلفل ودخلناه الفرن، أو قليناه في الزيت غزير وطلعناه اديناه رشة ملح ورشة فلفل، الطريقة اللي تناسبكم. تاني خطوة هعملها، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد من الزبادي، بس حاجة أنزل بيها عشان عايزة أخد الكمية كلها. أدي الزبادي، قبل ما أحط عليه أي حاجة رشة ملح وأضربه بالويسك عشان أتأكد إن ما عنديش أي كلاكيع في الزبادي عشان ما تغلبنيش بعد كده. بصوا الملح بيخليه يفك على طول. يبقى حطينا الزبادي ورشة الملح، بعد كده الدقيق، وانا محتاجه دقيق اكتر، يعني دول معالق صغيره انا محتاجاهم يكونوا معالق كبيره، فهزود دقيق لكل علبه زبادي صغيره معلقه اكل من الدقيق، وهقلب. وبعدين هروح على النار، هنا مسخنه الحله جامد جدا جدا، هحط زيت ذره، وبعدين هنزل عليه البصل، وهنزل على البصل الملح والفلفل يا مدام ناديه. مدام ناديه، مدام ناديه لسه معانا يا عز؟ مساء الخير يا جماعه، مساء الفل يا مدام ناديه. ايه يا حبيبتي مش سامعاني ولا ايه؟ لا سامع حضرتك كويس، اتفضلي يا مدام ناديه. ازيك يا حبيبتي قلبي، ازاي حضرتك إيه؟ عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يخليكي، الله يسلمك، بتوحشينا والله يا رب. يخليكي، احنا بنشوفك بس بتوحشينا والله. تسلمي لي يا رب يا مدام ناديه، تسلموا لي يا رب.
حلقه العدس كانت تحفه تحفه تحفه. الحمد لله يا رب ان شاء الله تجربيه ويعجبك. اللي بيغنوا لها ويقولوا العدس الليله اللي تعيده. اه والله لا احنا عملنا بيه حفله فعلا. جميله والله يا اميره. مفيش احلى من اكلنا المصري البسيط. والله يا اميره برغم ثقافتك وادبك وتربيتك انما انت متواضعه جدا معانا. الله يخليكي. لا ازاي ده انتوا على راسي من فوق. والله يا اميره لا بجد انا يعني حاسه ان انت مستواكي عالي جدا بس بتقولي يعني معانا كاخت وكام للصغيرين. ده انتوا على راسي من فوق. اللي هم طبعا الجولات الصغيره اللي بيتصلوا بيكي دول ما عندهمش الكذب ولا الكلام ولا الخداع. الحمد لله. يعني صافيين وبيحبوك والله. الحمد لله فضل ونعمه من عند رب العالمين. ده أفضل دليل ان انت جميله من جوه ومن بره. الله يبارك لك يا مدام نادية. الله يخليكي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا. امين يا رب ولا يحرمني منكم ابدا. في البرنامج بتاع شيف توب جايبين واحده امريكيه. يعني بصي كلام في سر كانت لابسه اللبس بتاعتي كنت لابسه مره. انا بقى قعدت اقول دي اميره دي حاجه بقى كبيره فعلا. يا رب يخليكي يا مدام ناديه. يا رب اميره والله احنا بنسعى والله. كتر خيرك ده كتير عليا يا مدام ناديه. بصي اليوم بتاع يوم العدس. أيوة. فرحت عشان سمعت صوت حبايبي صوفي وجو. الحمد لله. والاستاذ محمد برضه. ده والله كانت. والله رضوى عملت مجهود جامد. كانت حلقه جميله ولا لا؟ عايزه تتعاد بقى. الله يخليك ان شاء الله نعيدها باذن الله. شكرا جزيلا يا مدام نادية. ربنا يبارك لك يا رب كتر خيرك. بصوا يا جماعه احنا حطينا هنا الزبادي وحطينا عليه رشه الملح فكناه الاول وبعدين نزلنا عليه الدقيق قلبنا لحد ما بقى ما عنديش كلاكع خالص. ده مهم جدا عشان لما ارفع على النار بعد كده ما اغلبش ان انا افكها. ادي اول خطوه عملناها. تاني خطوة عملناها حطينا العيش قطعناه مكعبات صغيرة حطينا عليه رشة الزيت ملح وفلفل ودخلناه الفرن. تالت خطوة حطينا هنا زيت نزلنا عليه بصل مفروم أو شرايح براحتكم وحطينا عليه الملح والفلفل. بدأ أهو ياخد اللون البني بس لسه أنا عايزة أغمق من كده سنة. فبصوا بعمل إيه بقى بنزله هنا كده على الحرف ياخد الايه الزيت كله ويتحمر اهو. يا يارا. يارا الو. يارا ازيك؟ ازيك يا اميره عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. انا بموت فيكي الصراحه. ربنا يخليكي حبيبتي ده كتر خيرك والله. كتر انا بقالي 3 اسابيع بحاول اتكلم معاكي حبيبتي. معلش انا اسفه احنا فعلا عندنا ضغط تليفونات اليومين دول بس اشكرك ان انت فضلتي تحاولي كتر خيرك. انت تستاهلي. تسلمي لي يا رب. شكرا لك جدا ان انت مقدره ان فعلا في بنات يعني ما تعرفش اي حاجه خالص في المطبخ. ما احنا كلنا ما كناش بنعرف على فكره. مفيش حد بيتولد بيعرف. بنفسي حتى ازاي بننظف الحاجه ازاي. بصراحه بحترم فيكي النقطه دي جدا. كتر خيرك يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ممكن بس منك عايزه طريقه الخرشوف بالبشاميل. عيني حاضر. يعني ريت لو انت اللي تعملي يعني مره كده. عينيا نعمله. حاضر مره وهقول لك برده طريقته. حاضر. ممكن بس تكتبي يا ريهام بعد اذنك. شكرا حبيبتي. شكرا يا يارا كتر خيرك. شكرا يا ريهام. بصوا بقى احنا بدانا ناخد اللون اهو. يعني بدا اخد اللون اللي انا عايزاه. انا طبعا عايزه اللون البني اللي هو بتاع بصل الورده لانه هاخد جزء منه اللي هقدم بيه وهسيب جزء منه جوه الايه جوه الكشك. بس بعد ما احمر معاه بقى الفراخ مع التوابل يعني مش هسيبه في حاله. طيب هاخد بقى هنا عصره الليمون. طيب المفروض ان احنا بعد ما نحط رشه الملح على الزبادي والدقيق والليمون المفروض نسيبه ساعتين ثلاثه الزبادي يخمر قبل ما نبتدي نحول الزبادي ده لكشك. المفروض نسيبه ساعتين ثلاثه في الثلاجه بره الثلاجه حسب الجو مفيش مشكله. اهو بدا البصل ياخد اللون. يا ام تسنيم. ام تسنيم يا ام تسنيم. الو تسنيم ولا ام تسنيم؟ يا ام تسنيم. الو ازيك يا ام تسنيم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ صوتك صغير قوي. يا تسنيم انت تسنيم ولا ام تسنيم؟ ام تسنيم. صوتك صغير جدا. ازيك؟ ازيك يا ام تسنيم؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك يا تسنيم بصراحه كده عندها حساسيه من البيض فهي عايزه كيكه من غير بيض خالص. هي عندها ايه؟ عندها حساسيه بيض؟ اه. طيب تمام مفيش مشكله نعمل لها. حاضر وصفات من غير بيض. عندها حساسيه ايه تاني؟
بيض ودقيق والحاجات دي يعني الألبان عامة. الألبان والبيض يعني؟ اه. حاضر عينيا. شكرا. تسلمي لي يا حبيبتي، احنا طبعا عملنا حلقات ونرجع نعمل تاني حلقات لأن الموضوع ده منتشر قوي دلوقتي. عينيا حاضر. شلنا يا جماعة نص البصل. اوكي؟ النص التاني بقى هنعمل فيه ايه؟ هننزل الفراخ المسلوقة. وهننزل معاها الحبهان. حبهان بودرة. وهننزل معاها بهارات الفراخ. مع بقية البصل. وهقلب. نص كمية البصل لسه جوه هنا. اهي. اقلب بقى الفرخة دي كويس جواها. وبعدين احط معلقة سكر. اقلب تاني. وبعدين اقوم جايبة طبق او بولة انزل فيه الفراخ دي. بسم الله. واخد مكانها الزبادي اللي احنا خمرناه بالدقيق وعصرة الليمون والملح. هنزله هنا. رفعته عن النار شوية عشان الحلة سخنة قوي مش عايزة يتلسع. اهو. وبعدين هرجع الحلة دي على النار وابتدي اقلب وابتدي انزل بقى اللبن الحليب والمرقة حسب ما انا عايزة قوام الكشك. يعني انا دلوقتي عندي هنا زبادي ملح عصرة ليمون ودقيق، ما عنديش حاجة تانية. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقلب كده هيبتدي طبعا يتقل. ابتدي بقى اظبط القوام بتاعي بالشوربه واللبن. اوكي؟ اوكي. طبعا في الكشك الصعيدي اللي بيتعمل بالعجينه بتاعه الكشك اللي هي زي الجميد وكده، لكن طبعا ده الطريقه الاسهل يعني بتاعتنا بتاعه المدينه. اهو. هيبدا اهو بصوا يتقل ازاي، لان طبعا الدقيق هيتقل القوام واصلا الزبادي القوام بتاعه مش خفيف يعني. هبتدي بقى احط نص كوبايه من الشوربه ونص كوبايه من اللبن واقلب واشوف القوام كده عجبني ولا ازود تاني علشان اخف تاني وهكذا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. في الوقت ده ناخد شهد معانا. يا شهد. الو. ازيك يا شهد؟ ازيك يا امين، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي والله وفخوره بيكي جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. امور يا شهد. ونفسي اكون. لا ربنا يخليكي، بس كنت بتصل اسلم عليكي. نورتيني وشرفتيني يا شهد، كتر خيرك. بصوا بدا يتقل تاني اهو. بدا يتقل تاني. اقوم منزله نص كوبايه ونص كوبايه لحد ما اظبط القوام اللي انا عايزاه. اوكي؟ في الحله التانيه دي هحط معلقه زيت وهحط لسان عصفور يتشوح. اكسب وقت وانتوا في الفصل لان لسان عصفور بياخد وقت يعني ملوش لازمه، يعني تحريك ملوش لازمه. فادي معلقه الزيت ولسان العصفور. هقول لكم بقى لما ترجعوا من الفصل احنا هنعمل بيه ايه. اهلا بيكم بعد الفصل. انا في الفصل ما عملتش حاجه خالص غير اني طلعت العيش حطيته في الطبق بتاع التقديم، العيش اللي احنا حمصناه مع بعض بالملح والفلفل ومعلقه الزيت وحمصناه في الفرن. الكشك فضلت زي ما عملت قبل ما تطلعوا من الفصل، فضلت ازود نص معلقه شوربه ونص كوبايه شوربه ونص كوبايه لبن لحد ما اخدت القوام اللطيف ده. طيب تخلوا بالكوا ان قوام الكشك زي اي حاجه فيها دقيق او نشا زي المهلبيه، لما اسيبه هيتقل وانا مش هاكله وهو سخن مولع، فنخلي بالنا انه يعني قوامه ما يبقاش ماسك قوي عشان بعد كده ما يبقاش
تقيل زيادة عن اللزوم. هرجع بقى أرجع فيه الفراخ اللي احنا شوحناها مع باقي البصل والملح والفلفل والحبهان وبهارات الايه الفراخ، وأقلب هنا كده. والمقادير اللي ملحقش موجودة معاكم على الشاشة للي عايز يصورها. تمام، هاخد بقى الرز المصري. قدامكم فيه حلين، يا اما اخده جوه الحله مع الكشك وبعدين اقلبهم كلهم على العيش، يا اما احط طبقات. بس احنا طريقتنا المصري العاديه بنحط عاده الرز بيتحط جوه الكشك هو والفراخ، فانا بقى ايه هلتزم بهذه الطريقه. كده احنا استخدمنا بواقي الرز وبواقي الفراخ المسلوقه وبواقي العيش اللي في البيت، عملنا بيهم طبق جديد خالص وطبق يتقدم في عزايم يعني. فدي بتبقى طريقه لطيفه لاستخدام البواقي اهو. بصوا بقى عندنا ايه، طبعا الكشك ده ممكن تغرفوه في اطباق صغيره وتاكلوه يا اما لوحده كده يا اما بالعيش، مش لازم يعني تعملوه فته. بس كده خلاص خلطنا كل حاجه مع بعضها وتاكدنا ان كله امتزج مع بعضه، يبقى جاهز للتقديم. بسم الله، هجيبه هنا. بسم الله، واحطه على العيش. بسم الله، انا مش عايزه اقول لكم الريحه هنا عامله ازاي، الريحه خطيره. وبعدين هقوم واخده البصل اللي احنا حمرناه اللي هو البصل الورده اللي شلناه بقى من اول الوصفه خالص، وهقوم جايباه بعد ما اعدل هنا بس كده، حطاه على الوش وبعدين انضف طبقي براحتي. يا مدام يسر. امورتي الحلوه مدام يسر، ازيك يا حبيبتي؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي. الله يخليك. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله يا مدام يسر، الحمد لله في نعمه. اخبارك ايه واخبار صحتك ايه؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله. عايزه اقول لك عملت الكاسرول بتاعه السبانخ والبطاطس والفراخ، وعملت شوربه العدس بتاعتك. بصي لوجي طبعا قاعد تاكل وبتدعي. الف هنا الف هنا، ده هم حلوين عشان انت اللي عملتيهم يا مدام يسر. تسلم والله ايديك والله العظيم يا اميره، مش قادره اقول لك جمالهم بصراحه. تسلم يعني. ايدك. لا انت بصراحه اكسبرت في استعمال البواقي. ربنا كمان يخليك. هو انا بهتم بموضوع البواقي ده صراحه، لان كمان دلوقتي الظروف ما بقتش تسمح ان احنا كل يوم نعمل اكل جديد ونرمي القديم، يعني الموضوع ما بقاش مريح قوي كده. فان شاء الله نقدر ان احنا نظبط موضوع البواقي ده مع بعض. قولي لي يا اموره، عيني. ايه الفرق بين الاوريجانو والزعتر؟ حاضر عيني. ايه تاني؟ بس كده حبيبتي. عيني الاثنين، عيني الاثنين. الاثنين زعتر، لكن واحد بري وواحد عادي، ده كل الفرق. يعني ال 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 العشبه نفسها او مكان نمو العشبه نفسها هو اللي مختلف، لكن الاثنين زعتر. خلاص، انا قبل ما تطلعوا فاصل لو تفتكروا كنا بدانا نحمص لسان العصفور، اتحمص خلاص. شكرا. نقول بقى المقادير، نقول مقادير بتاعت شوربه لسان عصفور بالسجق. ناخد المقادير الاول ولا نرمين الاول؟ زي ما انت عايز. يلا نقول المقادير وناخد نرمين على طول. هحط معلقه زيت، زيتون او ذره براحتكم، نص كيلو سجق بلدي متقطع مكعبات او سجق شرقي يعني، بصل مفروم، جزر مفروم، كرفس مفروم، ثوم مفروم، روزماري مفروم، ورق لورا تستخدموه صحيح او بودره، عدس اسود او عدس بجبه، وانا سلقته نص سلقه عشان الوقت، انتوا ممكن تستخدموه منقوع بس، مرقه فراخ او لحمه او خضار او ميه سخنه، سبانخ فراش مفرومه، ملح وفلفل، معلقه كبيره خل بلسمك. هحط معلقه الزيت هنا وهنزل عليها السجق. يا نرمين. يا نرمين ازيك يا اميره؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ ما شاء الله زي القمر النهارده يا أميرة. الله يخليكي يا رب. الله يخليكي حبيبتي، عينيكي اللي حلوه، تسلمي.
ربنا يخليكي. من فضلك يا أميرة ممكن أعمل سلام وإهداء؟ طبعا ربنا يخليكي. اتفضلي يا رب. حبيبتي سلام لماما نادية الجميلة. الله يخليكي. بقولها أنت وحشتيني قوي. تسلميلي يا رب. وبعمل تسلميلي يا أميرة. وبعمل إهداء لوفاء صديقتي وحبيبتي بعيد ميلادها كان معاكي. بقولها معلش الإهداء جاي متأخر بس كل سنة وأنت طيبة يا رب وأنت حبيبتي وربنا يخليكي ليا يا رب. كل سنة وهي طيبة وربنا يخليكوا لبعض يا حبيبتي. تسلميلي يا نرمين. نميلي يا أميرة ميرسي قوي. نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. كتر خيرك يا رب. كتر خيرك. شكرا جزيلا. حطينا يا جماعه السجق بدون اي اضافات غير معلقه الزيت. اخذنا منه نص سوا. هقوم منزله عليه. تعالوا ننزل الخضار الاول عشان يشرب الطعم الجميل ده. بصل، جزر، بصل مفروم وجزر مفروم وثوم مفروم وكرفس مفروم برضو. نزلتهم الاول قبل لسان العصفور ليه؟ علشان الم بيهم الطعم بتاع السجق كله. روزماري مفروم فريش، لورا، ملح، فلفل اسود. ما بحطش اي بهارات ولا اي حاجه لان طبعا السجق بيبقى مليان بهارات. يبقى ملح وفلفل وروزماري، لورا، جزر وبصل وتوم وكرفس كلهم مفرومين ناعم. نزلتهم على السجق. بصوا بقى اخدوا، عايزه اوريكم، اخدوا كل الطعم وكل اللي نزل من السجق فيتنكهوا بيه. اوكي. وبعدين نقوم جايبين العدس. وزي ما قلت لكم انا سبقتكم اديته غلوه لكن انتم ممكن تستخدموه منقوع. انا بس عشان الوقت. سبانخ فريش مفرومه، وطبعا بحط شويه واقلب لانها بتقل في الكميه، واحط شويه واقلب وهكذا لان هي اول ما بتشم النار بتهبط. ممكن طبعا بدل السبانخ سلق. هحط معاها طماطم بيوريه او صلصه الطماطم، خل بلسمك موجود في السوبر ماركت، واقلب. واما احس ان كله امتزج ببعضه هقوم منزله عليه. طبعا دي وجبه كامله يا جماعه، يعني انتوا مش محتاجين بقى خلاص اي حاجه جنبها، وبتدفي ومغذيه جدا. لسان العصفور اللي احنا حمصناه واقلب، ادخل كل الامور دي مع بعضها. طيب كميه السائل دلوقتي هي اللي هتحدد بقى الوصفه دي هتطلع شوربه ولا تطلع اكله مفلفله. وفي الحالتين هتبقى حلوه على فكره، يعني في الحالتين هتعجبكم جدا حسب بقى انتوا عايزين تاكلوها ازاي. نحط بقى المرقه او الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط الاثنين. ادي المرقه وادي الميه السخنه، وبعدين بقى ادوق واشوف ابتدي اظبط الملح والفلفل بتوعي. يعني اكيد انتوا قادرين تتخيلوا جمال الطعم. مكونات اهي كلها كده مع بعضها ومغذيه جدا جدا جدا. اهو ادوق عشان اظبط الملح والفلفل. بسم الله. حلوة جدا. رشة ملح ورشة فلفل. وهنطلع فاصل عشان لما نرجع هنعمل الصنف الحلو بتاع النهاردة، البودنج اللي بالبرتقال. استنونا. بعد الفاصل. طيب بالراحه كده نفتكر احنا عملنا ايه مع بعض. اول حاجه عملناها كانت فتت الكشك. استخدمنا فيها بواقي الرز، بواقي العيش، وبواقي الفراخ.
جبنا العيش قطعناه مكعبات، دخلناه الفرن مع معلقة زيت وملح وفلفل وحطيناه تحت في الطبق، وبعد كده جبنا الزبادي خمرناه مع عصرة الليمون والملح والدقيق، ضربناهم كويس مع بعض وسبناهم يخمروا لمدة ساعتين، بعد كده رفعناهم على النار في بواقي الزيت والبصل اللي احنا كنا شوحناه بملح وفلفل بس، شلنا نصه بره وسبنا نصه جوه، نزلنا عليه البواقي الفراخ معاها حبهان وملح وفلفل وبهارات فراخ، بعد كده نزلنا عليهم الزبادي، قلبنا كويس جدا وفضلنا نظبط بقى في القوام، نحط شويه شوربه نحط شويه لبن لحد ما القوام اتظبط معانا، نزلنا جواه البواقي بتاعه الرز وبعدين حطينا كله مع بعضه وزيناه بشويه من الرز البصل المحمر او البصل الورده. هنا شوحنا لسان العصفور ورفعناه من الحلة، بعد كده نزلنا زيت زيتون ونزلنا فيه السجق البلدي متقطع مكعبات صغيرة، وبعدين قلبناه كويس جدا، نزلنا فيه بصل كرفس ثوم جزر ملح وفلفل لورا وقلبنا كويس جدا، بعد كده نزلنا لسان العصفور والسبانخ بيوريه الطماطم والخل البلسمك، بعد كده في الاخر خالص ادينا له الشوربه وسبناه بقى ياخد ويدي مع بعضه لحد ما يبقى يستوي ويبقى شوربه لطيفه جدا، شوربه لسان عصفور بالسجق والسبانخ والخضار. تقدروا طبعا تضيفوا اي خضار انتوا عايزينه، تقدروا تحطوا بسله، تقدروا تحطوا فاصوليا، تقدروا تحطوا فاصوليا بيضه، براحتكم خالص. طيب عشان نعمل البودنج الشوكولاته اللي بالبرتقال عايزين لبن، بذور الشيا، فانيليا، عصير برتقان، بشر برتقان، وعسل ابيض وكاكاو خام. بذور الشيا لطيفه جدا ومفيده جدا، وبدلها او معاها ممكن نحط بذور الكتان وممكن نحط جنين القمح. ونشا، شكرا جزيلا، صح ونشا. طيب هخلط النشا مع الكاكاو. اول حاجه نشا الذره بسم الله مع الكاكاو، وفي درجة حرارة الغرفة هقلبهم مع البرتقال وارفع على النار، وبعدين ابتدي ازود اللبن واحدة واحدة. يا فيفيان. ايوه مساء الخير. مساء النور. اولا انا بحبك قوي. تسلميلي، وتعلمنا حاجات كتير قوي منك، سلم ايديكي. كتر خيرك. انت شاطره قوي وما شاء الله، يعني اتعلمنا منك كتير. تسلميلي حبيبتي. معلش، هو انا بس ليا سؤالين ممكن؟ اموري طبعا. انا عندي سبانخ عايزه احطها في الفريزر، اخزنها ازاي؟ وعايزه اعرف طريقه عمل البسبوسه والكب كيك. حاضر عينيا. شويه. لا لا خالص، اموري. عيني. سلم ايديك. عيني عيني، حاضر. لو سمحتي يا ريهام بس اكتبي الاسئله. بالنسبه لتخزين السبانخ قدامنا حل من الاثنين، يا اما بنجيب ميه بتغلي فيها رشه ملح وعصره ليمون، انزل السبانخ واطلعها في ساعتها اصفيها واكيسها واشيلها، يا اما بجيب معلقه زبده او معلقه زيت اشوح فيها السبانخ على نار عاليه جدا تشويحه خفيفه جدا، وبرضو اشيلها واكيسها واشيلها. دي اوكي ودي اوكي. هنا حطينا الكاكاو الخام والنشا وعصير البرتقال على بعض، وبعدين هرفعهم على النار، دول كل ده على البارد، ما بقاش عندي اي تكتلات. ارفع بسم الله، انزلهم هنا انزل معاهم الفانيليا، بشر البرتقال، بذور الشيا، اقلب. هيبتدي يتقل وهيتقل ممكن سنه زياده لانه السائل قليل، ابتدي بقى انزل واحده واحده اللبن الحليب لحد ما اخد القوام اللي انا عايزاه، بعد كده بعد ما اخد القوام اللي انا عايزاه وارفع الحله من على النار اقوم منزله العسل الابيض، لا يفضل انه يتحط على النار. اوكي، طبعا ممكن سكر بس طبعا الافيد العسل، بما انها وصفه يعني الاطفال هيحبوها وهياكلوها يبقى نحط عسل، وحطينا بذور الشيا عشان نستفيد ندخل للولاد حاجات مش بنعرف ناكلها لهم في الطبيعي، وطبعا الكاكاو الخام فايدته عاليه لانه خام، نسبة الكاكاو فيه عالية، مفيش سكر، مفيش
زبدة، ما فيش سكر أبيض مضاف، طبعا بيبقى مفيد جدا. ابتدي بقى أقلب وما نسيبوش خالص عشان الدقيق عشان النشا ما يكتلش تحت. يا مدام صباح. ألو مساء الخير. صباح، أنا أسفة جدا، كلميني تاني. بص أنا مركزة قوي عشان خايفة يتكتل، لازم أبقى إيدي فيه على طول واخدة بالي منه. وبعدين إيه، مجهزة اللبن جنبي بحيث أبتدي أنزل بقى خطوة خطوة كده اللبن لحد ما أخد القوام اللي أنا عايزاه. وما يقلقكوش الحبيبات دي، دي حبيبات بذور الشيا، يعني ممكن حتى تنزلوها في الآخر لو لو هتلخمكم. اهو بصوا بدأت اهي، بدأت تتقل. اللبن يكون في درجة حرارة الغرفة وابتدي انزله بالتدريج واحدة واحدة عشان ما القوام ما يخفش مني مرة واحدة. لكل كوباية من سواء كان اللبن الحليب او عصير البرتقال هنحط معلقة من النشا، وطبعا التحلية زي ما انتوا عايزين بالنسبة للعسل. ولو مش حابين تحطوا برتقال وبشر برتقالي بقى تستخدموا اللبن من الاول، ما فيش مشكله، بس جربوها كده الاول، يعني طعمها حلو جدا والريحه خطيره. وكل ما عليا دلوقتي في المرحله دي الا اني ابتدي اقلب، ولما تتقل ابتدي انزل اللبن واحده واحده وانا بقلب برضو عشان احافظ على القوام. خفيفه ممكن ادوب معلقه نشا بره على البارد وانزلها، تقيله بحط لبن. نوع النشا كمان بيفرق في السمك بتاع البودنج اللي احنا بنعمله، يعني في انواع بتبقى يعني بتتقل قوي البودنج وفي انواع لا، فعشان كده كمان دايما المقادير يعني استخدموها بحذر طالما ان النوع مش واخدين عليه او مش عارفينه. بصوا بقى بذور الشيا بدأت تتنفخ كده جوه، تاخد حجم كده جوه البودنج، وبدأ البودنج كمان يتقل، بس لسه مش دلوقتي هنزل اللبن، لازم يتقل اكتر من كده شويه عشان ابقى ضامنه الكميه اللي انا عايزه انزلها قد ايه. البودنج طبعا بيخش بعد كده يا جماعه الثلاجه، يجمد بقى ويمسك نفسه، وبعدين تقدموه ممكن بقى مع كريم شانتيه، ممكن مع شرايح برتقال، ممكن زي ما انتوا عايزين. تقل اهو، ابتدي انزل اللبن واحده واحده واقلب، بس مش هعمل اي حاجه تانية، هكمل بقى وانتوا في الفاصل. انتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا لنا، استنونا. بيكوا بعد الفاصل. طيب بصوا انتوا في الفاصل ما عملناش حاجه خالص غير اننا غرفنا الشوربه، وعملت ايه بقى في البودنج؟ حطيت شويه لبن وقلبت لحد ما القوام تقل، وطبعا هيتقل اكتر من كده لما يبرد. وبعدين حطيت بره النار العسل الابيض، قلبت وشكرا. هجيب بقى شرايح من البرتقال هنا، هحط واحده هنا تحت وهحط واحده هنا تحت، ممكن كمان تحطوا بسكوت يبقى لطيف جدا برضو. وبعدين ناخد البودنج ونبتدي ايه، بسم الله، نغرفه هنا. بصوا القطع اللي بتنزل دي بذور الشيا، مش نشا، يعني مش البودنج مكلكع، لا ده بذور الشيا اللي احنا حطيناها مع بعض. نحاول على قد ما نقدر يعني ما نوسخش الاطباق، واذا توسخت نرجع ننظفها على طول وهي سخنه قبل ما تبرد عشان ما تغلبناش. هتدوقوه هيعجبكم ان شاء الله جدا جدا، وتبعتوا تقولوا لنا ايه اللي حصل.
بعد كده المفروض بقى اما اجي اقدمه احط على وشه مثلا ممكن بشر برتقان، ممكن احط شرايح برتقان، ممكن احط كريم شانتيه، بس ده كله بعد ما ما يبرد جوه التلاجة علشان يمسك نفسه. علشان ايه يمسك نفسه؟ هحطها بقى كده، مش هقدر احطها على الوش لانها هتنزل تحت، لان البودنج عندي لسه سخن. امسكي اعصابك. مش اكيد هتمسك اعصابها لو حطيناها كده. يعني كده افضل شويه. طيب شيل دي بقى. طيب معانا تليفونات ولا نجاوب على الاسئله ولا عايزين تعملوا ايه؟ يا امل. يا ريم اهلا اهلا، ازيك يا امل؟ ازيك يا روح قلبي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين، في نعمه. إيه حبيبتي، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، دي عينيكي اللي حلوه. ايه كتكوته كده؟ ربنا يخليكي كتكوته. لا والله العظيم دي من غير مجامله، وانت عارفه كده كويس ان انا بحبك قد ايه. ربنا يخليكي يا امل يا رب. وحياه ربنا ما شاء الله عليكي، ده كتكوته صغيره على الشاشه كده. هو انا بحاول بس، لكن دي مش حقيقه خالص. انت قمر. ربنا يخليكي يا امل، وحياه ربنا بدون مجامله، وعشان مش بتكلم على تليفون، انت عارفه ان انت حبيبتي. كتر خيرك يا امل، انا عارفه والله. ربنا يخليكوا يا رب ويحفظكم. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، الامر لله. بقول لك يا روح قلبي، انا عايزه بعد اذنك كيكه الزبادي، بس تقولها لي حالا النبي يا ميرو عشان اعملها. عيني، تسلمي لي يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا. تسلمي لي، نورتيني يا امل. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اهو بصوا، اوكي انا عايزه انضف طبق الشوربه، معلش طالما جيت هنا، عشان بس في حادثه حصلت كده، مش عارفه هي ايه بالظبط. اهو بنضف طبق الشوربه. ايه؟ ايوه يعني مطبخي على فكره. مطبخي ده ولا مش مطبخي؟ مطبخي ده ولا مش مطبخي؟ ايه اللي... طب ما انا قلت هنضف الطبق، والله انا قلت. انتوا مش بتحبوني النهارده ليه؟ متعصبين عليا كده؟ طب انا هروح احط الكزبره على وش الشوربه. اتفضل اهو، وهقف مش هتحرك تاني عشان ما حدش يزعق لي. معامله سيئه جدا. يلا هنستنى كل تليفوناتكم على 236 والخط الارضي على 0900936، ونراجع بالراحه ونجاوب على اسئلتنا. معانا اسئله ايه ريهام؟ يلا خرشوف البشاميل. هنجيب الخرشوف ونقطعه مكعبات صغيره، هنجيب على النار معلقه زيت زيتون، هنقلب الخرشوف فيها، هننزل عليه ثوم مفروم، كمون، ونقلب كويس جدا، وملح وفلفل طبعا، وبعدين هننزل الدقيق، نقلب لحد ما الدقيق يختفي. بعد كده هننزل الكريمه ونقلب لحد ما تتقل. بقى عندنا خرشوف بالبشاميل، عايزين بقى تحطوه في طاجن وتحطوا على وشه جبنه وتدخلوه 5 دقائق تحت الشوايه الجبنه تسيح وتاخد لون، اوكي. عايزين تقدموه زي ما هو كده، مفيش مشكله. اللي حابب يحط له مع الخرشوف في الاول سبانخ تتشوح معاه ممكن برضو. اوكي البسبوسه لو تنزلوها لنا بقى يبقى كتر خيركم، لان انا مش حافظه المقادير، معلش. اوكي وبرده الكب كيك كمان هتنزله لي. هو الاثنين، هما الاثنين. يلا يلا، كان عندنا ايه تاني يا ريهام؟ ولا راجع لحد ما نجهز دول؟ طب يلا نراجع لحد ما نجهز دول، مفيش مشكله. يلا هبدا زي ما مشينا بالترتيب. فتت الكشك، جبنا العيش البلدي قطعناه مكعبات، ادينا له زيت وملح وفلفل، دخلناه الفرن حطيناه تحت في الطبق. بعد كده جبنا الزيت ونزلنا فيه البصل وحطينا معاه الملح والفلفل، وقلبنا لحد ما البصل بقى بني، رفعنا نصه وسبنا نصه في الحله. نزلنا على النص التاني بتاع البصل البواقي بتاعة الفراخ المسلوقة، ونزلنا معاها الملح والفلفل والحبهان البودرة وبهارات الفراخ، شوحناها تشويحة ورفعناها من الحلة. نزلنا مكانها الزبادي اللي كنا حطينا عليه الملح والدقيق وعصرة الليمون، وسبناه يخمر لمدة ساعتين. نزلنا وقلبنا تقل، نزلنا فيه تاني الفراخ والرز
وزي عايزين تظبطوا القوام بتاعه بنظبطه بشوربه ولبن او حاجه منهم. بعد كده حطيناهم على العيش وحطينا على الوش البصل الورده. بودنج الشوكولاته قلبنا عصير البرتقال، قلبنا فيه النشا والكاكاو، قلبناهم لحد ما فكوا، رفعناهم على النار، نزلنا عليهم بذور الشيا الفانيليا وبشر البرتقال، تقلوا، ظبطنا قوام باللبن. بعد كده رفعنا من على النار وحطينا العسل الابيض، وبعد كده غرفناهم. شوربة لسان العصفور اللي بالسجق جبنا بعد ما حمصنا لسان العصفور ورفعناه من الحلة، نزلنا زيت زيتون، نزلنا معاه مكعبات السجق والملح والفلفل، بعد كده نزلنا عليهم بصل مفروم وجزر مفروم وكرفس مفروم وثوم مفروم، بعد كده نزلنا الروزماري واللورا والبيوري الطماطم والعدس اللي بجبة، سبانخ مفرومة، خل بلسمك وكمية كبيرة من المرقة، وبعدين سبناها لحد ما استوت وقدمناها. يا أماني يا أماني أماني. أيوة يا مدام أميرة. إزيك يا أماني، عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله بقى. أنا بحب حضرتك قوي. تسلمي لي يا رب. اتفضلي يا حبيبتي، ليكي أي سؤال؟ أه، بقول لحضرتك كان عايزة مقادير ال اسمها إيه دي؟ المفتقة وسد الحنك. حاضر، عينيا. التليفون اللي بعده ايه يا عز؟ يا دينا. دينا؟ ايوه. اتفضلي يا دينا. بقول لك حضرتك عايزه اعرف مقادير البيتزا. حاضر. عجينه البيتزا، معلش انا اسفه. عينيا الاثنين، حاضر عينيا. المفتقه هنعملها عملي. السد الحنك نفس كميه السمنه هي نفس كميه الدقيق، يعني معلقه المعلقه، بشوحهم مع بعض كويس جدا لحد ما يستوي. بحط الكميه بتاعه السكر قدها ميه، والسكر حسب الرغبه، كل واحد يحط حسب ما هو عايز. بحطهم على نار لوحدهم لحد ما يسخنوا، واخد بالمغرفه واحده واحده، وفي الاخر بنزل عليهم السمسم وميه الورد او ميه الزهر. المهم ان كميه الدقيق قد كميه السمنه، وكميه السكر قد كميه الميه، والسكر حسب الرغبه. البسبوسه بنجيب السمنه البلدي ندعكها مع السميد كويس جدا الاول، نبسهم كويس جدا مع بعض، وبعدين بننزل كل المقادير عليها. التقليب يبقى سريع جدا وتبقى تقيله، وبعدين بنحطها في الصينية. في الوقت ده بنكون حطينا مقادير الشربات على النار، الاتنين يكونوا سخن مولع الاتنين، وبعدين البسبوسة لازم تتغطى، حتى لما تبرد لازم تتغطى، ما تتسابش مفتوحة وإلا بتنشف. دي مقادير الشربات اللي هنحطها على النار وقت ما تكون البسبوسة دخلت الفرن. التزيين طبعا براحتكم، احنا استخدمنا قشطة وفستق، انتوا تقدروا تحطوا اي حاجة او ما تحطوش حاجة خالص لو انتوا عايزينها سادة. مية الورد طبعا برضو اختياري. الكب كيك بننزل الزبدة مع السكر، وبعدين بننزل عليهم البيض مع الفانيليا، وبنكون خلطنا بره المقادير الجافه اللي هي البيكنج باودر والدقيق ورشه الملح، وبنشيل معلقتين من الدقيق ونحط كاكاو لو احنا عايزينه بالشوكولاته، وفي الاخر نص كوبايه اللبن واحده واحده بالتدريج كده. ممكن يعني المفروض نحتاجها كلها، بس لو ما احتاجناش كلها نبقى نزلناه بالتدريج. شكرا ليكم، وبفكركم ان احنا معاكم يوميا من 4 ل 5 على الهواء، اعاده الساعه 10:30 بالليل، اعاده الساعه 9 الصبح ثاني يوم. cbcsofra.com، cbcsofra على كل السوشيال ميديا، أميرة شنب، برنامج أميرة في المطبخ بالعربي على الفيسبوك. استنونا.